الله، ربنا يحرسك من عيني يا بنتي. ميرسي يا ست عزيزة. ادخل. بسم الله ما شاء الله، ايه اختي الحلاوة دي كلها وشياك؟ الله يكون في عون الجمهور الليلة. بس ربنا يستر يا بنتي ويعدي الليل على خير ان شاء الله. ادخل. الدكتور احمد بدر الدين جاي قبل حضرتك. اهلا وسهلا، خليه يتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا دكتور، ده شرف كبير لينا انك تشرفنا لحد هنا بنفسك. العفو. ايدك دافيه شويه. الحقيقه انا كنت تعبانه شويه لكن دلوقتي الحمد لله. الحقيقه يا دكتور هي ما كانتش تعبانه شويه، دي كانت تعبانه قوي، دي قبل ما تيجي كانت بتتلوى من الالم والدكتور بتاعها قال ان دي مبادئ مصران اعظم. ما كانش لازم ابدا تنزلي من البيت يا ليلى هانم وانت في الحاله دي. المساله بسيطه لكن دريه بتحب تهول شويه. يعني في خطوره عليها يا دكتور من حفله الليله؟ والله انا شايف انها كانت لازم تستريح. وبعدين الحفله والناس اللي جايه دي كلها لازم ادي وجبي. صحتك قبل كل شيء. أنا متأكدة إن وقوفي على المسرح قدام الجمهور وشعوري إنه بيتجاوب معايا ينسيني أي ألم. أيوة بس أرجوك ما تعرضش يا دكتور. وهو كذلك أمرك. مستعدة يا ليلى؟ قاعد رفع الستارة قرب. الأستاذ رأفت الملحن المعروف. أهلا وسهلا. إحنا لنا عظيم الشرف يا دكتور. أهلا وسهلا. سيد مدير المسرح جوز درية صديقتي. فرصة سعيدة جدا. فرصة سعيدة يا دكتور. أتمنى إننا نقدر نقوم بالواجب. على كل حال أنا جاي بنيابة عن اتحاد الجامعة لتقديم شكرنا وتقديرنا لتبرعك بإقامة الحفلة لله دي مجانا. ده واجب، الإنسان لازم يساهم في أي عمل نبيل زي ده. ده شعور نبيل جدا، أتمنى لك الصحة والتوفيق. شكرا. أستأذن. مع السلامة يا دكتور. اتفضل تصدقوش